تعقيب على حلقة تنظيف الجيتار. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسيقى أو الجيتار. النهاردة بالتحديد واحد من أصدقاء القناة اسمه أحمد وائل. أحمد بيشارك معنا دايما في الحلقات بتاعتنا بتاعة المواهب العربية. لما شاف الحلقة بتاعة تنظيف الجيتار والأكوستيك وكان حاب يطبقها على الإلكتريك، بعت وقال لي ان هو للاسف غير الاوتار، ويعني كده بقى مش هينفع، هيستنى بقى قد ايه لغايه ما الاوتار دي تقدم وتغيرها تاني وينظف مسطره الجيتار. فانا اقترحت عليه اقتراح ان هو ما يفكش الاوتار خالص، يعني انت ما تفكش الاوتار من اي ناحيه، من ناحيتين خالص، انت ارخيهم بس، ابعد الاوتار عن المسطره، نظف المسطره بالزيت بتاع الليمون اللي احنا قلنا عليه دوت، وبعد كده لمع المسطره تاني و شد الاوتار من مفتاح تاني، يعكس الحركة بتاعته فتتشد الاوتار تاني ومش هتحتاج تفك الاوتار. فهو اقترحت عليه لو هيعمل التكنيك دوت ياريت يصوره لنا، بحيث ان الناس كلها اللي بتتفرج وعنده اوريدي اوتار متركبة على الجيتار بس المسطرة بتاعته متسخة شوية وبيحب ينظفها، فمن الممكن يتبع التكنيك اللي عمله احمد معانا ونشوف هينظف مسطرة الجيتار ازاي. يلا بينا نشوف احمد عمل ايه. شفنا احمد عمل ايه بالظبط. هو رخى الاوتار وشدها بعيد عن المسطره وحط حتى مشبك عشان يتقل الاوتار بس شويه ما ترجعش تاني، وبعدين بالزيت بتاع الليمون دوت ما حطوش على فوطه، هو بيقول انا عاوز احطه على الفينجر بورد على طول او لوحه المفاتيح على طول، حطه فعلا عليها على طول نقطتين هنا ونقطتين هنا وبتاع، وبحته الفوطه ديت مسح
الزيت دوت بحيث انه ننظف المسطره تماما من الاقذار اللي كانت فيها او اثار العزف اللي كانت فيها، والمسطره بتاعته نظيفه، هيبقى العزف بتاعه ان شاء الله سهل وبتاع. فانا بتمنى الناس اللي تشوف احمد وعندها اوريدي اوتار على الجيتار ايا كان الجيتار، ممكن تنظف المسطره بتاعته بالطريقه اللي عملها احمد ديت. وشكرا لاحمد جدا على المعلومات وعلى الفيديو الجميل اللي معمول بطريقه احترافيه جدا، مفيش حد هيبقى عنده اي شك هيعمل ايه بالظبط، هو عارف هيعمل ايه دلوقتي. في سؤال تاني بيتسأل لي، اغير الاوتار كل قد ايه؟ اغير الاوتار كل قد ايه؟ ده سؤال كل واحد اما هيعزف جيتار ويقعد فتره يعزف الجيتار ويبقى حاسس بالجيتار بتاعه، حاسس بالاوتار، انت نفسك هتعرف امتى تغير الاوتار. يعني هيجي عليك وقت كده هتمسك الجيتار تقول لا خلاص انا عايز اغير الاوتار. يعني نظريا انت مش محتاج تغير الاوتار الا لما الاوتار تتقطع، يعني لما خلاص يبقى الاوتار تتلف تغير الاوتار نظريا، واخد بالك؟ ولكن لما تيجي تعزف مثلا بطريقه احترافيه، لو انت بتعزف في استوديوهات، بتعزف بتسجل وبتتمرن كل يوم وبتعزف مع باندات 3 4 ساعات كل يوم، انت راجل محترف موسيقى، محترف الموسيقى ده ممكن يغير الاوتار كل اسبوع، واحيانا لو بيسجل في الاستوديوهات ممكن يحتاج يغيرها كل يوم. تخيل لو فعلا عدد الساعات اللي بيشتغلها 18 19 ساعه جيتار وبتاع وبيسجل في الاستوديو وعايز الصوت يطلع دقيق جدا وبتاع، ممكن يغير الاوتار كل يوم، ممكن كل اسبوع، واخد بالك؟ لو انت بتتمرن ساعه في اليوم مثلا، ساعه في اليوم على الجيتار من ساعه لساعتين مثلا، ما اعتقدش انك انت محتاج تغير الاوتار محتاجه قبل 6 8 شهور يعني، واخد بالك؟ وممكن تقعد سنه معاك مفيش اي مشاكل طالما انت بتحافظ عليها وتنظفها وتمسحها بالفوطه كل سنه. طب لو انت ما غيرتهاش بعد سنه هيحصل ايه؟ لا هتعزف معاك برده مفيش اي مشاكل وبتاع، بس هيبقى في فرق توني بسيط جدا، او الاوتار طفت شويه ما بتطلعش العلو اللي مطلوب، ولكن محدش هيحس بيها، انت اللي تحس بيها بس كانت كعازف يعني، واخد بالك؟ فالموضوع ان الاوتار تقعد معاك قد ايه دي ما حدش يقدر يحكم عليها. انا بقول لك يعني نظريا كده لو بتتمرن من ساعه لساعتين في اليوم كل يوم، يعني 12 13 ساعه في الاسبوع، غير الاوتار كل سنه، يعني كل سنه اعمل تجديد للاوتار ونظف مسطره الجيتار. مسطره الجيتار دي لازم تتنظف كل سنه، فانت كده كده هتنظفها، غير الاوتار، جيب طقم جديد عشان الجيتار صوته يلمع كل سنه. لو انت ما بتتمرنش العدد ده كل يوم، مش كل يوم بتتمرن الساعتين دول مثلا، او يعني بتمرنك مرتين ثلاثه في الاسبوع كل مره ساعه، لا ده انت ممكن الجيتار يقعد معاك الاوتار تقعد سنه بالمرتاح قوي، وسنتين كمان يعني مفيش اي مشاكل. انا في جيتارات ممكن تقعد عندي بالسنتين والثلاثه ما غيرش الاوتار بتاعها، لان انا ما بعزفش فيها كتير مثلا، يعني بعزف نوع من معين من الجيتارات، فالجيتارات الثانيه ما بعزفهاش يعني، واخد بالك؟ فخلاص هو يعني ده اللي انا بغير له الاوتار بتاعته اللي انا بعزفه كتير، انما الباقيين التانيين بيفضلوا وبيحافظ على الرونق بتاعهم، طالما انا حافظ على الاوتار ومحافظ على الجيتار بعيد عن الرطوبه وبعيد عن العوامل التعريه والكلام ده، خلاص الاوتار عمرها هيبقى طويل، ما مش شرط انك انت تغيره كل سنه حتى كمان يعني، واخد بالك؟ فانت حاول دايما انك انت تبقى انت المقياس بتاع الاوتار بتاعتك، تحس ان الاوتار خلاص اتطفت، ما بتطلعش الصوت اللي انت عايزه حلو للجيتار، وما بترنش قوي كده ومش براق صوتها، وبقالها سنه معاك في الجيتار سنتين، خلاص غيرها. الاوتار اتقطعت طبعا دي لازم تتغير، دي ما فيهاش حل تاني، مفيش اوتار تتوصل مع بعضيها يعني، خلاص ده لما الوتر اتقطع يبقى لازم يتغير الوتر كله، ولو هتغير الوتر كله غير الطقم بقى كله عشان يبقى كل الاوتار متماشيه مع نفس العمر ونفس البريق بتاع العزف بتاعك يعني. اتمنى اكون وضحت النقطه ديت لينا كلنا، وشكرا لاحمد وائل على الفيديو الجميل اللي عمله لنا ووضح لنا ازاي تنظف مسطره الجيتار والاوتار على الجيتار، واشوفك الحلقه الجايه.